بحل 4 مسائل مهمة جدا جدا جدا. 2 من الأدهن يتعلقان بالظاهرة الكرة الضوئية، و2 من الأدهن يتعلقان بطول موجة دي برولي. أنا تقصدت إنه أخليهن بمحاضرة واحد، لأن لازم أكون من الأدهن سؤال بالامتحان الوزاري. يعني من خلينا المراجعة المركزة، أول ما رحنا على هاي 4 أسئلة وخليناهم بالمراجعة المركزة. مهمات جدا جدا، محاضرتك اليوم مهمة جدا جدا. انتبهوا له. قبل ما أبدي بالمحاضرة اكتب لي ملاحظة هسي، أما كسر طلع دفترك اكتب ملاحظة راح أرد لك إياها. يلا الملاحظة اللي تقول: عندما نسمع بالسؤال، عندما نسمع بالسؤال كلمة يزيد الطول الموجي أو أكبر طول موجي، يعني لما تسمع بالسؤال يقول لك يزيد الطول الموجي أو أكبر طول موجي، القصد هنا لامدا نوتس. يعني من تسمع كلمة يزيد الطول الموجي أو أكبر طول موجي، يعني شنو؟ يعني لامدا نوتس. تعال خلينا نحل. أول سؤال يقول: يتوقف تحرير الإلكترونات الضوئية من سطح معدن عندما يزيد، بقى كلمة شنو؟ يزيد طول موجة الضوء الساقط عليه. يعني شنو القصد يزيد؟ يعني لامدا نوت. ايش قد تساوي لك لامدا نوت؟ 600 نانومتر. شلون عرفت لامدا نوت؟ لان قال يزيد، واحنا قلنا اذا سمعنا كلمة يزيد او اكبر طول موجي يعني شنو؟ لامدا نوت. فاذا اضيء سطح المعدن نفسه بضوء طول موجته، قال بس طول موجة، يعني شنو طول الموجة؟ يعني لامدا. ايش قد مطيني على لامدا؟ 300 نانومتر. فما مقدار الطاقة الحركية العظمى بوحدة الجول أولا ثم بوحدة الإلكترون فولت ثانيا؟ يعني يريد من عندك بالسؤال كي إي، يريد من عندك كي إي. أول شيء يريدها بوحدة الجول، ثاني شيء يريدها بيا وحدة بوحدة الإلكترون فولت. تبهوا يا للسؤال، سؤال إن شاء الله يكون سهل. لما يريد الكي، طبعا على فكره انت ما تقرا المحاضره، ما تفتح لي المحاضره اذا ما حافظ قوانين الظاهره الكره الضوئيه اللي كتبناها مال حسين ووسام. اول ما يريد كي اي، تعال انتبهوا الحل. شو يريد من عندك؟ كي اي بيا وحده يريدها بوحده الجول، ويريدها بوحده الالكترون فولت. اذا يريدها بوحده يريدها بوحده الجول، نروح على القانون الرئيسي كي اي، الطاقه الحركيه لعمال الالكترونات تساوي حسين ناقص وسام. متفقين عليها؟ زين، اذا اباوع بالسؤال لا حسين موجود ولا وسام موجود، اجي استخرج واحد واحد. اول شيء استخرج من هو قيمه حسين. زين، حسين الى قانونين، يا قانون استخدم ما طول اكو لمدا، استخدم له قانون يقول اتش في سي على اليمن على لمدا كل زين، ويساوي قيمة الاتش ايش قد؟ التحافظة ثابتة اللي هي 6.63 في 10^34. في سي سرعة الضوء ايضا قيمته ثابتة ايش قد؟ اللي هي 3 في 10^8. على لمدة الطول الموجي ايش قد منطيك اياها؟ 300 نانومتر. بيش الضربة؟ 300 في 10^9. ليش في 10^9؟ لان نانومتر. زين، انتبه وياي، تروح من يمه صفرين وسوالب 2 يصير 3 في 10^7. اذا هنا لمدا ايش قد؟ 3 في 10^7. زين، عندنا اختصارات؟ اي اكو اختصارات. شنو هي؟ هاي الثلاثه تروح ويا هاي الثلاثه، 10^7 تصعد لي فوق، شو تصير؟ 10^7. ايش قد الناتج راح يساوي لك؟ تبع عليه قيمه حسين تساوي ايش باقي لي؟ 6.63 في 10^ ايش بقى؟ 7 × 8 = 15، 10^15 و10^34، 10^19 شنو؟ جول. طلعنا قيمة حسين، بقى لي يا قيمة؟ قيمة وسام. اجي على قيمة وسام. وسام شو يساوي وسام؟ ويساوي عندي لامدا نوت، اذا استخدم لها قانون اتش في سي على اليمن على لامدا نوت، اتش
في سي عليه من على العمدانوت ويساوي قيمة اتش ايش غير قيمة اتش ثابت بلانك 6.63 في 10 أس سالب 34 في سرعة الضوء ايش قد اللي هي 3 في 10 أس 8 على اليمن على لمدانوت ايش قد منطق يا لمدانوت منطق يا 600 اذا انت بيش راح تضرب نانومتر 600 في 10 أس سالب 9 ليش في سالب 9 نانومتر اشيل سوالب 2 واصفار 2 ويساوي لك تبع عليه ايش قد يساوي لك 6 في 10 أس سالب 7 تجي هنا 6 في 10 أس سالب 7 عندي اختصار عندنا اختصارات هنا نختصر على 3 بيها 1 على 3 بيها 2 تعال انتبه وياي هنا انتبه وياي شنو اللي باقي لك اكو اختصار ثاني اي اكو اختصار ثاني اللي هو انتبه وياي يا لون احنا اخذنا الاخضر باع شلون تقسم بس باو علي تبع عليه ويساوي لك هاي العشرة سالب 7 تصعد لي فوق شو تصير 10 أس موجب 7 ويساوي بس باو 2 كم 6 بيها 3 البوينت ينزل 2 كم 6 بيها 3 2 العفو 6 كم 2 يعني بيها 3 3 كم 2 3 كم 2 بيها 1 ونص تكتبها 1 ونص بس ما تقدر تخلي بوينت بعد ليش لان اكو بوينت هنا في 10 أس شبو قالك تبع عليه موجب 7 وموجب 8 وموجب 15 وسالب 34 في 10 أس سالب 19 جول قيمة وسام هسه أنا عندي حسين موجودة ووسام موجود أجيش أسوي فقط أعوض هنا أنا كي لا اللون الأسود أحسن كي اي يساوي قيمة حسين ايش قد طلعناها 6.63 في 10 أس سالب 19 ناقص قيمة وسام ايش قد 3.315 في 10 أس سالب 19 تعال نسوي عملية ناقص اعتيادي هنا أنا على صفحتان هنا على صفحة ما حد يبغى علينا زين عيني ايش قد قيمة حسين قيمة حسين هي 6.63 ناقص قيمة وسام ايش قد 3.15 العفو قيمة 3.15 أساوي المراتب أخلي صفر ما يصير هاي تصير 10 ايش قد يصير تصير 2 10 ناقص 5 5 2 ناقص 1 1 6 ناقص 3 3 البوينت ينزل و6 ناقص 3 3 اذا قيمة الطاقة الحركية بوحدة الجول الطاقة الحركية بوحدة الجول تساوي ايش قد 3.315 في هذين الاثنينات المساويات اس واساس والعملية طرح شو اسوي اخذ من عندهن واحد بوحدة الجول طلعنا قيمة الطاقة الحركية بوحدة الجول قايل اللي أريدها بالإلكترون فولت بعد أنت من تسمع يريد بالإلكترون فولت قبل الملاحظة مع المحاضرة السابقة أقسم الجول على الإلكترون فولت يعني 3.315 في 10 أس سالب 19 إذا أريد أحولها للإلكترون فولت شنو أقسمها على 1.6 في 10 أس سالب 19 10 سالب 19 روح وين 10 سالب 19 اذا كي اي تساوي تبع عليه حولي هاي الفارزه ثلاث مراتب ايش راح تصير 3.315 هاي حولها مرتبه راح تصير 16 هاي في 10 سالب 3 هاي في 10 اس سالب 1 ليش لان هاي تحولت ثلاث مراتب وهاي تحولت مرتبه صعد لي هاي هنا ايش تصير 10 اس موجب 1 قسم لي هذا على هذا قسمه طويله يطلع لك ناتج في 10 أس سالب 3 وموجب 1 سالب 2 إلكترون فولت بس هاي ما بقت لك يا قسمة طويلة لأنه ما تكفي عندنا وقت المحاضرة حتى ما يزيد هذا بالنسبة للسؤال الأول بمحاضرتنا اليوم تعال ننتقل إلى سؤال ثاني وأيضا
مهم. هسه طلابنا الاعزاء عندنا سؤال اخر، وهذا السؤال اذا اجاك بالامتحان الوزاري لازم يجي نصا بالارقام، ما يتغير ارقامه. وهسه انا اقول لك ليش ما يتغير ارقامه، انتبه وياي. يقول سقط ضوء تردده، التردد شنو التردد عندك رمزه اف، ايش قد 0.6 في 10 اس 15 هرتز على سطح معدن، فوجد ان جهد الايقاف للالكترونات الضوئيه المنبعثه ذات الطاقه الحركيه العظمى يساوي جهد ايقاف شنو رمزه في اس 0.18 فولت. وعندما سقط ضوء تردده، منطيك تردد اخر، يعني هذا التردد الاول هذا شنو هو تردد ثاني، شقد 1.6 في 10 اس 15 هرتز على نفس المعدن، ووجد ان جهد الايقاف، منطيك جهد ايقاف ثاني يقول لك مقداره 4.324 فولت. جد قيمة ثابت بلانك، يريد من عندك اتش. هسه طالب يسألني سؤال يقول لي استاذ احنا قيمة ثابت بلانك محافظيها اللي هي مقدارها 6.63 في 10 سالب 34. اقول لك حبيبي هذا السؤال حال الاشتقاق، حال الاشتقاق، يعني اريدك بالاخير تثبت لي رقمها. تعال خلينا نحل الحل، تبع عليه الحل شلون راح تحل. عندك ترددات اثنين وعندك جهد ايقاف اثنين، نروح على العلاقه الرئيسيه KE تساوي احسين ناقص وسام. هاي العلاقه راح استخدمها مرتين، ليش؟ تعال انتبه وياي، هاي العلاقه راح استخدمها مرتين. ليش استاذ راح تستخدمها مرتين؟ لان انت عندك ترددات اثنين وجهد ايقاف اثنين. تعال انتبه، اول مره ما طول عندك جهد ايقاف، هذا جهد ايقاف اول وهذا جهد ايقاف ثاني، ما طول عندك جهد ايقاف اول وجهد ايقاف ثاني، بدال الكي ايش تعوض؟ تعوض القانون مالتها اللي يقول في اس، بس يا في اس راح ناخذ 1. انت مو عندك قانون كنت ماخذه قبل يقول لك كي اي يساوي اي في في اس، عوضت بداله بس يا في اس 1 ويساوي. اكو عندك تردد، اذا قانون الحسين ايش تاخذ له؟ قانون الاتش في اف، بس يا اف 1. حسين مو له قانونين، واحد يقول اتش في اف والثاني يقول اتش سي على لمدا، احنا عندنا اف اخذنا هذا القانون ناقصا. اكو شيء متعلق الدبليو هنا؟ لا، اذا انزلها دبليو 1. هذا القانون راح استخدمه مره ثانيه، ليش؟ لان عندي في اس 2 يساوي عندي اف 2 يعني اتش اف 2 ناقصا دبليو. واضح ليش استخدمته مرتين؟ لان عندك ترددات اثنين وعندك في اس جهد ايقاف اثنين. ايش راح اسوي؟ راح اقول له بالطرح اطرح معادلة واحد من معادلة اثنين، يعني اي في اس 1 ناقصا اي في اس 2 يساوي اتش اف 1 ناقصا اتش اف 2، ودبليو ناقص دبليو صفر. استاذ ليش اثنينات ثوابت ما لهم قيمة؟ فدبليو ناقص دبليو صفر. زين واحد يقول لي استاذ اتش اف 1 ناقص اتش اف 2 ليش ما قلت الصفر؟ لان عندي قيمتها المتغيرات، بس هاي ما عندي قيمتها، دبليو ناقص دبليو ايش قد؟ صفر. تبع عليه بعد راح اسوي لك اي في اس 1 يساوي العفو ناقصا اي في اس 2 يساوي هذا الاتش راح اسحبه عامل مشترك، اتش اسحبه عامل مشترك، الباقي اف 1 ناقصا اف 2. زين انت شو تريد؟ انت شو تريد من السؤال؟ تريد ثابت بلانك اللي هو اتش. زين انا اذا ردت اتش ويساوي المضروب بالمجهول وين ينزل؟ بالمقام اللي هو اف 1 ناقصا اف 2. طبعا مو شرط اف 1 ناقصا اف 2، دائما نقول يا هو الاكبر ناقص الاصغر، الصغير الكبير ناقص الصغير. صارت بالمقام مرة اللي يساوي على اللي فوق اللي هو في اس 1 ناقصا في اس اي في اس 2. اذا اتش يساوي
قيمة إي ثابتة تحافظها 1.6 في 10 أسال 19. زين. في جهد الإيقاف الأول 0.18 ناقصا إيش قد 1.6 في 10 سالب 19. زين. جهد الإيقاف الثاني إيش قد مطلق يا بالسؤال؟ جهد الإيقاف الثاني 4.324 على F1 ناقصا F2. أنا قلت لك كبير ناقص صغير، يا هو كبير 1.6 في 10 أس 15 ناقصا صغير إيش قد 0.6 في 10 أس 15. سامعين بخضير أبو عزيز؟ سامعين بخضير أبو عزيز؟ لو يجي خضير أبو عزيز ما تطلعون هذا الناتج. لكن أكو شغلة وتعلمها من عندي، هذا ثابت بلانك أنا وياك حافظينه، أنا وياك شنو حافظينه، ليش أروح أقسم وأطرح؟ رأسا ما طول عوضت أرقامي أقول له ثابت بلانك هو 6.63 في 10 أس سالب 34 جول في سكن. ما طول أعطاني هاي الأرقام يطلع لي هاي ثابت بلانك. هذا السؤال لازم يجيك نصا بهاي الأرقام، إذا بدأ رقم واحد فالسؤال باعتباره خطأ. يعني من يجي نصا بهاي الأرقام ليش؟ على مود تطلع له قيمة ثابت بلانك. هاي السؤالين متعلقات بالضارة الكرة الضوئية، راح انتقل الى سؤالين اخرى اللي هو يخص او الربط بين الضارة الكرة الضوئية وطول موجة دي برولي، ننتقل اليها. هسه طلابنا الاعزاء ننتقل انا وياك الى سؤال اخر. يقول سقط ضوء طول موجته يساوي، مطيني طول الموجة على سطح اللي هو لمدة 10 سالب 7 على سطح معدن دالة شغلها 1.67 في 10 سالب 19 دبليو. فانبعث الكترونات ضوئيه من سطح المعدن جد الانطلاق للالكترونات الضوئيه. يريد الانطلاق الاعظم للالكترونات الضوئيه اللي هو V، يريد من عندك هنا بالمطلب الاول V V max. زين شلون الحل؟ تبع عليه يا قانون بانطلاق اعظم الكي اي الطاقه الحركيه، مو ثلاث قوانين، واحد يقول حسين ناقص وسام والثاني يقول اي في في اس، الثالث كان شو يقول؟ مو كتبناه، يقول هو عباره عن نصف ام اي في ماكس تربيع، تتذكره؟ انت تريد في ماكس تربيع، شو راح تطلع؟ طرفين في وسطين، مع الفي ماكس بمن مضروبه؟ مضروبه بالام اي كتله الالكترون، الاثنين بمن مضروبه؟ اثنين مضروبة بالكي اي. اذا هذا القانون اللي راح تستخرج من عنده الانطلاق الاعظم. كل زين اجي اباوع ام اي كتلة الالكترون ثابتة، هو يعطينيها بالسؤال يقول لك علما ان الام اي تساوي 9.11 في 10 اس سالب 31 كيلوغرام، هاي هو يعطينيها، بس الطاقة الحركية الكي اي ما موجودة. زين الطاقة الحركية اللي هي كي اي منين استخرجها؟ انتبه علي، هاي الطاقة الحركية اللي هي كي اي منين راح استخرجها؟ الكي اي راح استخرجها من قانونها الرئيسي كي اي يساوي احسين ناقصا وسام. وسام موجود هذا، بس احسين ما موجود، اروح شو استخرج؟ استخرج حسين اللي هو اج في سي على اليمن على لندا، اج في سي على اليمن على لندا هو يساوي، انتبه وياه، الثابته اللي هي 6.63 في 10 اس سالب 34 في سي اللي هي 3 في 10 اس 8 على لندا، مطيني اياها شقد 10 اس سالب 7 تصعد لفوق، شو تصير؟ 10 اس موجب 7. إذن اي تساوي، تبع علي، 3 في 3 9، 3 في 6 18، 8 باليد 1، 3 في 6 18 1 ويساوي لك 19. زين إذن 19.89 في 10 أس سالب 19. كل زين، أجي أنقص
اجي انقص حسين ناقص وسام. قيمة حسين 19.89 في 10 سالب 19 هسه طلعناها. قيمة وسام منطينيها بالسؤال 1.67 في 10 سالب 19، فحسين ناقص وسام. نزلت الاس والاسابني من الساويات، اخذ من عدن واحد واجي اطرح حسين ناقص وسام 19.89 ناقصا 1.67. انتبه، 9 ناقص 7 2، 8 ناقص 6 2، البوينت ينزل. 19 ناقص 1 18. اذا الناتج مال الطاقه الحركيه شو يساوي لك؟ 18.22. 18.22 بيا وحده بوحده الجول. زين، هسه انت طلعت الطاقه الحركيه، وين راح ترجع تعوضها؟ بقانون الفي. راح ترجع تعوضها بقانون الفي. اذا في ماكس تربيع يساوي 2 في الطاقه الحركيه. ايش قد طلعت عندك؟ 18.22 في 10 سالب 19 على اليمن، على ام اي كتله الالكترون ثابته اللي هي 9.11 في 10 سالب 31. 10 سالب 31 صار لي فوق، يصير 10 اس موجب 31. 9.11 على 9.11 بيها 1، 18.22 على 9.11 بيها ايش قد؟ بيها 2. اذا في ماكس تربيعي يساوي شو بقى لك؟ 2 في 2 4 في تبع عليه 10 موجب 31 و10 سالب 19 10 اس موجب 12. الشرط الاكبر والعمليه طرح. زين، انا رايد من عندي في، بس ما رايد من عندي في ماكس تربيع. انا اقول لك شو تسوي له؟ اقول له بالجذر، اجذر الطرفين، التربيع يروح بالجذر. اذا في تساوي جذر الاربعه ايش قد؟ 2 في 10 موجب 12 جذرها 10 اس موجب 6 متر على ثانية. لان دائما الاس من ينجذر شنو؟ ينقسم بالنص. واضح؟ طلعنا قيمة الفي اللي هو رايده. زين، برا قال اريد طول موجة دي برولي المرافقة ذات الانطلاق الاعظم. يعني المطلب الثاني يريد من عندك طول موجة دي برولي اللي هي لمدة. زين، تبع عليه. دي برولي عنده قانونين، الاول يقول اتش على بي، والثاني يقول اتش ام على ام اتش ام في في. شو راح تستخدم الثاني؟ اتش على ام في في. ليه استخدمت هذا؟ لان قال مرافقه للانطلاق وما عندي زخم فاستخدم هذا. ويساوي اتش اللي هو ثابت بلانك 6.63 في 10 اس سالب 34 على ام كتله الالكترون ثابته اللي هي 9.11 في 10 اس سالب 31. في 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 استوك انت استخرجته، ايش قد قيمه في؟ 2 في 10 اس موجب 6. ويساوي، شوف يا اخي انا بسط لك اياها للاسس، تعال انتبه وياي. هاي ايش راح تصير؟ 6.63 في 10 اس سالب 36. ليش؟ لان البوينت الرفع مرتبتين. هذا البوينت الرفع مرتبتين. زين، راح تصير هاي ايش قد؟ اسها سالب 33. تبع عليه. اول شيء خلينا نجي 2 في 1 2 2 في 1 لا 2 2 في 9 18 في 10 اس. هذا صار سالب 33، سالب 33 وموجب 6 سالب 27. سالب 27 من اللي فوق شو يصير؟ موجب 27. هاي سوي لي قسمة طويلة هذا على هذا، ويساوي لك لمدة تساوي ناتج في 10 أس سالب 36 ب 10 أس موجب 27. شو يطلع لك بقى؟ 36 سالب وياها موجب 27 يطلع لك 10 أس سالب 9. شرط الأكبر والعملية طرح شنو؟ بوحدة المتر. أتمنى أنه هذا السؤال وصل لكم بالصورة المطلوبة. سوي مثل الخطوات اللي أنا سويتها، اكتب السؤال مرتين ثلاثة، لأن أسئلة مهمة
يحتاج أكثر من مرة تحلها بإيدك. ننتقل إلى سؤال أخير بمحاضرتنا اليوم. هسه طلابنا الأعزاء ننتقل إلى سؤالنا الأخير، يقول جد طول موجة ديبرولي المرافقة للإلكترون تم تعجيله خلال فرض جهد 100 فولت، تدع عليه معطيني بس هذا، يعني يريد من عندي طول موجة ديبرولي ومعطيني بس هذا الجهد اللي هو قدش قد 100 فولت. زين هذا يا جهد من رأيك، الجهد الوحيد اللي موجود عندك بالفيزياء الحديثة اللي هو يا جهد جهد الإيقاف يعني VS، بس هو شي يريد من عندك، يريد من عندك جد طول موجة ديبرولي. أوكي زين، أنا ياك موجة ديبرولي ميت المرافقة لإلكترون، يعني لندا طول موجة ديبرولي تطلع من HMVV كتلة الإلكترون موجودة اللي هي احنا نعرفها 9.11 في 10 سالب 31 ثابتة، ثابت بلانك ثابت، بس في الانطلاق ما عندي، في الانطلاق ما عندي، لازم تروح تستخرج في حتى تعوضه بالقانون. قبل شوية كتبنا انا قانون للفي للفي تربيع الماكس مالت الانطلاق، قلنا يا هو اللي يستخدمه من طرفين بالوسطين. هسه اذا ترجع للمثال السابق استخدمنا هذا القانون مال 2 كي اي في شنو على اليمن على ام في اي، هسه انا استخدمنا هذا القانون حتى نطلع فيه. زين اذا تباع بالقانون الاثنين ثابت، الام اي كتله ثابته بس الكي اي ما موجوده، اروح استخرج كي اي. زين كي اي مين تستخرج؟ باع انتبه عليه، الكي اي الى ثلاث قوانين حسب معطى السؤال، منطيني في اس استخدم له هذا القانون يقول اي في في اس، هي مو ثلاث قوانين، واحد يقول حسين ناقص وسام، ثاني يقول اي في في اس، الثالث اللي استخدمناه قبل شويه نصف ام اي في في تربيع، فاستخدمت هذا اللي عندي في اس. يلا اي مقدار ثابت 1.6 في 10 اس سالب 19 في في اس، ايش قد منطيني اياه؟ 100، بس ما راح اكتبها 100، تدري ايش قد راح اكتبها؟ راح اكتبها 10 اس موجب 2، لان كل صفر باعتباره 10 اس موجب 1. اذا كي اي يساوي 1.6 في 10 سالب 19 و10 موجب 2 10 اس سالب 17 جول. طلعت قيمة كي اي، وين راح اعوضها؟ بالقانون الرئيسي. ايش راح يصير عندي؟ تبع عليها في تربيع، ما راح اكتب الماكس عادي، في تربيع يساوي 2 كي اي، ايش قد طلعت قيمة كي اي؟ 2 في 1.6 في 10 اس سالب 17 على الام اي اللي هي ايش قد قيمة الام اي؟ قيمة الام اي 9.11 في 10 أس سالب 31. إذا الفي تربيع تساوي، تبع عليه هذا البوينت راح أرفعه مرتبة يصير أس 18 في 2 في 16 32 في 10 أس سالب 18. ليش؟ لأن هذا البوينت رفعته مرتبة صار سالب 1 وسالب 17 سالب 18 عليها على 911 في 10 أس سالب سالب شقد 32 على 911 في 10 أس سالب 32. تبهوا يعني نجي نقسم هذا على هذا ونرفع الأس اللي فوق، شي يصير موجب. إذا ايش راح تستنتج؟ تبع عليه راح نستنتج ان في تربيع تساوي، في تربيع تساوي شو تساوي لك؟ بعد التقسيم يطلع لك 0.35 في 10 أس 14. طبعا اكو مرات تقسيمات وجذورات ينطيك اياهم بالسؤال، لا تخاف. زين هسه اذا اباوه اني ما اريد الفي تربيع، ايش اريد؟ اريد الفي، فش اقول له؟ اقول له بالجذر، اجذر الطرفين. الفي تربيع شو تصير؟ في، لان التربيع يروح بالجذر ويساوي جذر 0.35 ينطيك اياه، لا تخاف، اللي هو 0.59 في 10 أس الموجب 14 جذرها بالنص شو تصير؟ 7 متر على ثانية. استخرجت انت شنو الفي؟ هاي الفي من استخرجتها وين تعوضها؟ تعوضها بالقانون الرئيسي. ها
هذا حتى طلع طول موجة دي برولي. تعال انتبه وياي، اجي اعوضها بالقانون الرئيسي. اذا لمدا تساوي اتش ثابت بلانك 6.6 3 في 10 اس موجب، العفو سالب 34، على ام كتلة الالكترون 9.11 في 10 اس سالب 31، فيه سرعة او الانطلاق ايش قد طلع لنا 0.59 في 10 اس موجب سرعة. ما راح اسوي لك اياها لمرحلة الاسس اوصلها، ويساوي لك 6.63 في 10 اس سالب 36. ليش؟ يعني عبرت البوينت مرتبتين على 11.911 في 10 اس سالب 33، في 59 في 10 اس، هذا حولته مرتبتين رفع سالب 2 وموجب 7 في 10 اس موجب 5. اذا لمدا تساوي، بعد ما تضرب الاسس وتضرب هذا الرقم، بعد ما تضرب الاسس وتضرب هذا الرقم راح يطلع لك لمدا تساوي، لمدا تساوي 0.123 في 10 سالب 9 متر. اضرب لي هاي الاسس وصعد لي فوق واضرب عمل 911 في 59 وقسمها، يطلع لك هذا الناتج مالت لمدا. لنا طلابي الاعزاء تنتهي محاضرتنا. طبعا هاي المسائل رياضياتها اكثر من الفيزياء الموجود بها. لنا تنتهي محاضرتنا، نلتقيكم بمحاضره اخرى.